بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، حضورنا الكريم، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير نحييكم دائما ونجدد لكم هذه التحية هنا من هذا التمهيدي العاشر، انطلاقات نادي دبي لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. وكما تعلمون، هذه الانطلاقات تأتي بالتوجيهات السامية من مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وتوجيهات أخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبالتوجيهات السامية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم داعما لأفكار هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة هنا على أرضية هذا الميدان. وكما نشكر دائما نادي دبي لسباقات الهجن العربية الأصيلة على هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة، ونتمنى إن شاء الله دائما التوفيق والناموس يا الأخوة المشاركين. عودة دائما هنا الشوط الأول الذي انطلق. شكرا لجميع اللجان هنا في هذا الميدان، ميدان الطي وميدان ضو. انشودة من تفتح هذه الإذاعة، انشودة هذا الانطلاق. وهناك احمد بن سالم بن محمد بن واس لبسيبي من يقدمها هنا في هذا العرض المميز. النقل على المركز الثاني واضحه، سالم بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله لمسافري، وفي المركز الثالث وصل منصور بن سيف بن خلفان الاغويس من يقدم جدال مع سيف بن خلفان بن سيف الاغويس. النقل على المركز الرابع، هناك الشبابيه. الله يا العويسي الغنام يقول لي عندهم الشبابي بكره ولا قعود يحسب الالف حسابي. انتقل وياكم الى هناك الشبابيه، سالم بن حمد بن خريبيش العويسي. النقل على المركز الخامس، اللي في المركز الخامس اللي هي شهاليل، وثاني بن سيف بن بطي بن عبيد لقفل. ينتقل وياكم الى سادس المراكز النايفة، وسعيد بن سهيل بن احمد بن دري الفلاحي. النقل على المركز السابع، محمد بن سعيد بن حلوة. ثامن المراكز ايها الاخوة المسك، علي بن عبد الله بن علي بن واز. والمركز التاسع وصلت في هذه اللحظات اسياد حمد بن راشد بن حمد بن خدير لجسبي الواثق من يقدم سيادة. النقل على المركز العاشر اللي هي مرح في عاشر المراكز، سالم بن سعيد بن منانة لجسبي. ها هي النتيجة، انتصفنا الطريق، ما تبقى على خط النهاية 1200 متر. يا ابو شهاب اليك الكلمة، يا ابو شهاب اليك الناموس. اشهد ان معودتنا على اليمايل، سواء داخل الدولة ولا خارجها، بسم الله ما شاء الله. احمد بن سالم بن محمد بن واس لجسبي من يقدمها على صدارة الشوط مع الكيلو الاخير المركز الثاني. شوف اللي واصل على ثاني المراكز، يا بن دري، يا ابو عسكر، يا بن اليمايل، يا الفلاحي. ايضا من يقدم النايفة، وسعيد بن سهيل بن احمد بن دري الفلاحي. اهالي مدينة العين، والله يا مرحبا، والله يا مرحبا بهذا الشعار، وما هذا الشعار، ولكنها انشودة. يا بنواز اليك الكلمة. حتى هذه اللحظات وصلك بندري مع المركز الاول. الله يا انشودة، احمد بن سالم بن محمد بنواز. ولكن سهيل عنده كلمة في اللحظات الاخيرة، عنده كلام في اللحظات الحرجة. سعيد بن سهيل بن احمد بن دري وصلت جدال، سيف بن خلفان بن سيف الغويس ايضا. المعركة طاحنة، ولكن بنواص صامد ايضا مع انشودة، ولكن وصلت جدال ايها الاخوة. سيف بن خلفان بن سيف الغويس لمن الشوط الاول، الميتين المتر الاخيرة التي تفصلنا عن خط النهاية. بندري ولكن الغويس في اللحظات
الجميلة سعيد بن سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي الفلاحي الفلاحي. اللحظات الأخيرة ولا الأغويص ابتسمي يا مدينة العين بهذا الخبر من ميدان الطي بأن صاحب الشوط الأول النايف النايف سعيد بن سهيل بن أحمد بن دري المركز الثاني، سيب بن خلفان الأغويص المركز الثالث، أحمد بن سالم محمد بن واصل المركز الرابع، اللي في المركز الرابع ما قدرت تعرف عليها، وفي المركز أيها الأخوة الخامس سالم بن عبد الله بن علي المسا سالم بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله المسافري. بسم الله بسم الله يا ذكر الله يا النايفة، بسم الله يا ذكر الله يا النايفة. ابتسمي يا مدينة العين، ابتسموا يا هالي العين كافة ما شاء الله بهذا الناموس الجميل النايفة أيها الأخوة. وسعيد بن سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي، شكرا للدعم الرئيسي لهذا الشعار، سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي حقيقة على هذا الناموس، قدموا من مدينة العين ما شاء الله، وهناك غادروا بالشوط الأول الرئيسي. تهانينا. والناموس توقيت الزمن 4 دقائق 27 ثانية 82 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.